ده حاضر. هو ان انا اقول ما دمنا قد اصلنا اصلا ان الخلاف المعتبر لا يفسد للود قضيه، لما العداوات؟ نعم وهذا الحق انت لو تراه يدمى القلب. لذلك الوسط الملتزم اللي هو اصاله قد قال انا اتمسك بهذا الكتاب والسنه، والناس كلهم الحمد لله سواء في هذا الباب، لكن الذي قد زعم انه يتمسك بالكتاب والكتاب وتسنن والتزم بالسمت الظاهر، اريد جوابا على هذا السؤال. لما العداوات؟ لما لانه خالف شيخي فيما تبنى؟ ها احدي او انطعد عندما اسمع منه او اراه يتمسك خالفني خلاص، خالف هذا يخالف شيخنا، يخالف ما تبنيناه. ما هذا؟ اي ديانه تحكم هذا الموضوع؟ اما قلنا وانت وانا، انا وانت لو كنا مختلفين، طيب قد اتفقنا على ان الخلاف لا يفسد للود قضيه، لما العداوات؟ لما التجنب؟ لما اعمي حتى ما ياتي واحد يسال يكون انا عرفت الذي يخالفني في المواريث قوي جدا، لكن ما دام يخالفني لن اذل الناس عليه. لا تسمع له، لما يخالف مشايخنا؟ ما هذا؟ اي ديانه تحكم الناس بهذا الباب؟ اليست هذه نصره للدين بانني وجوبا علي ادل على الراس؟ احنا كان ممكن يا شيخنا معذره لو بتعدى على حضرتك، لا. كان مهم جدا اظن نضيف نقطه اللي هي افات الخلاف او افات تظهر من متعصبي الخلاف مثلا. هو هذا الذي قلنا فيه انه لم يعقل ان الخلاف لا يفسد للود قضيه، او قد قال وقال كما يقولون ايش الاعلان العريض ده، ما اسمه يسمونه اعلاميا ايش؟ اعلان عريض ده او شيء اللي هو ياخذ بالانظار يجعل الناس تلتفت اليه. ادب الاختلاف ممتاز. اين ادب الاختلاف تطبيقا بلسان المقال؟ والخلاف ما جاء، اذا جاء الخلاف معتبرا لا انكار. انا اريد التطبيق بالضبط، لان المذكره ان كله بيتغنى بان الخلاف وارد، الخلاف سنه كونيه، لكن التطبيق على ارض الواقع لا. وايضا يقول لان الخلاف اذا جاء معتبرا لا انكار، ثم طبق. ان خالفت شيخه او امامه فيما تبنى انظر الى كفرك اول حاجه. استغفر الله. تعرف هذه ما هي؟ اسف واعتذر للجميع، وانا يعني طالب علم او طويل علم خادم للجميع، ساقول قولا هذا والله، هذه والله جهلات، هذه جهلات يتحكم فيها الهوى. صحيح، يتحكم فيها الهوى. صحيح. لو كان الانصاف موجودا لطبقنا بانه لا يفسد للود قضيه. لما نحن بيت واحد؟ نحن على التفاف والتئام. لما التشرذم والتفرق على امر هو سنه كونيه اعتبرناه وعلمنا انه يسع؟ فان كان يسع فلما؟ لما هذا؟ لما؟ واجلس احذر، بل لا تسمع له يخالف. طب يخالف؟ طب اجلس معه وناصحه في المخالفه وابين ان الحق معك بالدليل. لا، والعوامل المشتركه بيني وبين من اختلفت معه يعني كبيره جدا. الاتفاقات اعلى مما تكون، لكن ما دام يخالفني في هذا، هذا فيه، سامحوني فيما اقول، هذا فيه بلسان الحال لا بلسان المقال. ان شاء الله مش بلسان المقال، لكن بلسان الحال. من وافقنا فهو معنا، صحيح، ومن خالفنا فهو عدو لي. صحيح، جزاكم الله خير. هذا لا ينتصر الدين بهذا. انا والله لا امل حقيقه من سماح حضرتك، هذا من فضلك. الله يحفظك ويرفع قدرك ويجعلك ما انت فيه، يرفع قدرك في الدارين.